الحقيقة هذا الاجتماع اليوم مهم جدا. علاش مهم؟ ولا سيما في إطار حوار هادئ مع ولا سيما في هذا المكان هذا اللي هو مؤسسة دستورية ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان. علاش حنا بغينا يكون هذا الحوار الهادئ؟ لأنه كاين كثير من الأخبار، كاين كثير من التناسل ديال الشائعات، وحنا بغينا نجمعوا جميع الفاعلين المتدخلين من حقوقيين أولا، سياسيين ثانيا، كاين حتى المقاولات معنا هنايا، كاين أساتذة جامعيين، كاين اللجنة العلمية، كاين وزارات معينة. علاش هذا اللقاء هذا غادي يمكن بانه يكون واحد مكاشفه، لا بغينا نقولوا هذه المكاشفه هذه، من خلالها غادي نطرحوا كثير من المسائل العلميه، وهذه اللي بغينا نطرحوها هنا اليوم. بغينا نطرح هذه المسائل العلميه بكل تجرد علمي، لان كنذكر دائما الهدف الاساسي ديال هاد الناس كلهم المجموعه اليوم ومتفقين عليه، كنا مع اللقاح ولا ضد اللقاح، مع الجواز ولا ضد الجواز، هو الخروج من الازمه الصحيه في اقرب وقت ممكن وباقل خسائر ممكن. هذا تسريع بعمليه الخروج. إذا إحنا اللي بغينا نجبروا إطار معين وتوصية معينة اللي قاعد تصدر هذا المجلس الوطني، اللي عاد يمكن بأنه يأطر هذا الحوار هذا، لأن كما شفتوا أنتم ولاحظتوا كاين انزلاقات كثيرة في هذا الميدان هذا، وكنشوفوا تصريحات مختلفة اللي ما كتعطيش واحد الصورة مزيانة للبلاد أولا، وما كتعطيش واحد الصورة مزيانة لهذه العملية وهذا الربح الكبير اللي قمنا به في عملية تلقيح المغرب. باش نعطي غير رقم باش الناس تعرف، إفريقيا لقحت 8% تقريبا في إفريقيا، المغرب عنده 4% منها. إذا هنا كنا عندنا واحد الافتخار، يمكن ما كنتواصلوش مزيان، يمكن المؤسسات ما كتواصلش مزيان، يمكن الوزارة ما كتواصلش مزيان، ولكن هذا لا يضرب لا في المكانة العلمية ديال التلقيح. التلقيح يؤدي إلى مناعة، يؤدي إلى آمن بالسلامة ديالو كاملة، والشيء الثالث يمكن إن شاء الله باش نخرجوا من هذه الأزمة هذه وربحوا واحد التنافسية كبيرة، وهذا ما نتمناه إن شاء الله. لا أنا كنظن النقاش العلمي كان موجود، غير باش نكونوا واضحين، النقاش العلمي كان موجود، اللجنة العلمية خدات هذه المسألة هذه منذ أكثر من مدة 3 شهور ولا 4 شهور، وكاين نقاش ما بين الجواز الصحي الجواز التلقيحي، علاش خصنا هذا الجواز، علاش هو مهم للتحفيز، علاش كيخرجنا. وهذا النقاش العلمي كان موجود في المغرب، ما يمكنناش نخبيوه. هذا النقاش هذا ربما لا يخرج الى الفضاء العام، خصنا نذكر بالمهمه ديال هذه اللجان العلميه. هذه اللجان العلميه عندها واحد التحفظ، خصها حق التحفظ ما تعطيش. حنا ملي كنخرجوا هنايا راه غالبا كنهضر، ملي عطيتكم الصفه ديالك وعطيتكم الصفه ديال مدير مختبر بيوتكنولوجيا الطبيه باش ما نشوشوش على ما هو تدبير. اما من الناحيه العلميه كان نقاش طويل، واللي تبين بانه العمليه ديال اداه هذا الجواز لا التلقيحي ولا هذا، ما كنطرحوهاش بالسؤال اللي كطرحوها انتوما. حنا ملي كيجينا السؤال كيقول واش الملقح وغير الملقح الاختلاط ديالهم واش كاين عنده اثار سلبيه على الخروج من الازمه الصحيه، وحنا كنجاوبوا عليه بالتجرد من الناحيه العلميه. اذا القرار التدبيري كيجي من بعد ديك الشيء، ملي كنعطيو حنا القرار العلمي ديالنا عاد كيجي القرار التدبيري. اما من الناحيه العلميه حنا كنظنوا بانه جميع الاحتياطات اتخذت بانه باش نعطيو الجواب الشافي والكافي اللي بده يبرر الامر العمومي. باش نذكر انا كانسان علمي، انا كنظن هذا النقاش نقاش صحي، هذا النقاش الصحي المغرب يقدر ياخذ منه بزاف ديال الاشياء اللي تمكننا باش نزيدوا القدام. انا دائما كنشوف هذه الجائحه فرصه لطرح كثير من الاشياء، غير الناس خصها تفهم التدبير ديال الايام العاديه والتدبير ايام الازمه كيكون فيه اختلاف.